في سؤال 14 المطلوب the unit of the motor power بالطبع القدرة، ما يهمش هل هو محرك أو إنسان أو حيوان، المهم أن القدرة بصورة عامة إذا وحدتها الرسمية هي الوات، والوات هو عبارة عن جول كل ثانية، إذا الجواب هو بي. أوكي، 1 وات هو عبارة عن 1 جول، وهذا الطاقة هذه اللي قيمتها 1 جول تنجز في فترة زمنية مقدارها 1 ثانية، إذا الجواب الوحيد هو بي.